والشاب يا شيخ قبل الشيخ شاب استمنى في نهار رمضان ماذا يجب عليه؟ هو يجب أن تعلم أن الاستمناء محرم سواء كان في اليد أو في التمرق على الفراش أو بأي وسيلة، لأن الله تعالى قال والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على النكاح وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء آخر مع أنه أهوى من الصوم وأدعى للقبول، ومع ذلك لم يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان جائزا لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أشد الناس رأفة بأمته. فعلى هذا الذي فعل أن يتوب إلى الله من الاستمناء نفسه، ثم عليه أن يتوب توبة أخرى من كونه فعل ذلك في نهار رمضان. ومن تمام توبته في المسألة الثانية أن يقضي اليوم الذي فعل فيه هذا الاستمناء.